خلونا نروح دلوقتي نشوف مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بعدها باقي فقراتنا. هنبدأ الأول من التيك توك لأنه بيحبه جداً ومتفاعل بشكل كبير عليه. كريم بيتابعه حوالي 3,700,000 متابع وحقق لحد دلوقتي 9,400,000 لايك على فيديوهاته. سليمان عيد دايماً ليه النصيب الأكبر من الفيديوهات اللي بتميزه هو وكريم على السوشيال ميديا، وعملوا كذا فيديو مع بعض وحققت نجاح كبير جداً. أما الفيديو ده فكانت بداية الفيديوهات اللي بينشرها كريم وبيقلد فيها والده الفنان العظيم محمود عبد العزيز في فيلم الكيف وحقق 3,000,000 فيوز. من التيك توك نروح بقى للإنستجرام، وده تاني أبليكيشن الفنان كريم محمود عبد العزيز متفاعل عليه بشكل كبير وعلى طول بينشر صور وفيديوهات. كريم بيتابعه 3,700,000 متابع، أما هو فبيتابع 962 واحد. نشر لحد دلوقتي 1,123 صورة وفيديو، وزي أي فنان الصور على الأكاونت كلها صور بوسترات لأفلامه وكواليس مشاهد من أعماله. اللي يعرف كريم كويس يعرف قد إيه هو كان مرتبط بوالده الفنان الكبير محمود عبد العزيز الله يرحمه ووالدته كمان، فلقينا أنه نشر أكتر من 40 صورة بتجمعه بوالده ووالدته وأخوه الفنان محمد محمود عبد العزيز.